أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بتوقيع إعلان جدة بين ممثلي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في جمهورية السودان الشقيقة بشأن الالتزام بحماية المدنيين وتيسير تنقلهم وحصولهم على المساعدات الإنسانية والطبية بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشادت وزارة الخارجية بالجهود والمساعي الحميدة للمملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لحل الأزمة السودانية عن طريق الحوار، عاملة أن يشكل هذا الإعلان خطوة مهمة على طريق الوقوف الفوري بل الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وتسوية النزاع المسلح بصورة شاملة ونهائية في ضوء الالتزام كافة الأطراف بتغليب الحكمة والمصلحة الوطنية العليا واحترام سيادة الدولة ووحدتها وسلامة أراضيها وحماية مؤسساتها الوطنية والمدنية ولتلبية طموحات شعبها الشقيق في الأمن والسلام والاستقرار والنماء.